الحمد لله على الأمطار اللي جتنا ما شاء الله. بس شوفوا أنواع الفطر اللي طلع عندنا بالكويت. هذا نوع بني على طبقة خفيفة موجود ما بين الشير تقريبا. النوع الثاني اللي يك مثل حبة الفول ما شاء الله شكلها صغير، ما هي العريضة البيضة اللي كل مرة نشوفها، راح تبين البيضة الحين. النوع الثالث اللي هو الأبيض اللي هو المعتاد، هذا النوع المعتاد اللي يطلع عندنا في الكويت، نوع عادي بسيط يطلع بهذا الشكل. في نوع اللي هو طالع عندي على النخل، يعتبر نوع غريب، راح أصور الحين بعد شوي يطلع ويانا. هو نوع جديد تقريبا، أنا أول مرة أشوفه. هذا نوع صاير بعد هم غريب، ما أدري شلون صاير، بس لا أسماء طبعا أنا ماني عارفهم. يبقى عادك النوع الأخير اللي قلت لكم عنه اللي هو يجي بهالطريقة، والله يجعلها أمطار خير وبركة علينا. شوفوا شكله سبحان الله، ما أدري شلون طريقته بعد ما كبر يعني، بس شوفوا شكله، والله يجعلها أمطار خير على بلدنا الحبيب.